شملها يمنحها ما فقدت من حنان. هاي مو المقدمة، هاي القصة مع الفيلم كرتون جاي تقرأها سهية، بس شنو وياها موسيقى. السلام عليكم، مساء محبة ورحمة ورأفة عليك سار حيدر والمخرج وكل المستمعين والمستمعات، والجواب اثنينهم طيارة، وأحب ساندي بيل وسندريلا وسالي كلهم بحرف السين. أمزين وراء جورجي وهايدي وريمي، يعني آخر شيء نوب بالياء، بالبداية بدأت بالسين وبعدين بالياء. من سؤدة، تحياتنا يا سؤدة، شكرا لك، أتمنى لك الخير إن شاء الله بالتوفيق يا ربي. وأيضا عندنا رسالة جديدة تقول هاي الرسالة، باستطاعتي أن أدمر العالم بابتسامتي، بس أمي للأسف تقول ما أريد مشاكل مهدي، أعتقد مهدي العلي، تحياتنا لأن جزء من النص مفقود. أتمنى لك الخير يا وردة، شكرا لك وشكرا لرسالتك الجميلة. وأيضا اثنين طيارة لأمي الفرطوسي، أقدم أجمل التحايا إلى أخي وصديق العزيز وحبيبي عدنان العيساوي، تحياتنا لك ولأخوك وصديقك، وسلامي لكم، شكرا، تحياتنا أخي العزيز، أهلا وسهلا وشكرا لرسالتك. وأيضا نبقى نتواصل وياكم. وأيضا الله يساعدك حيدر على حسين، أطلب مولد أحمد ساعدي من القلب، نادى عدنان سعيدي يقول حسين لا. أيضا قلت لي يعني قال لي الله يساعدك حسين، الله يساعدك بعرفك أخي، أحب أفلام كارتون عهد الأصدقاء بعبر، أريد أسمع مقدمة النشيد عهد الأصدقاء ريحانة الحوراء. عندك عهد الأصدقاء ليش؟ أيضا عندنا رسالة جديدة تقول السلام عليكم، مساء الطيبة، وأيضا تينهم طارة وريحانة الحوراء، رجعت لنا أعتقد هذه الرسالة. أيضا عندنا رسالة جديدة تقول لا شيء في الدنيا أحب لناظري من منظر الخلان والأصحاب، ولذ موسيقى تسير مسامع الصوت البشير بعودة الأحباب ريحانة الحوراء. أحسنت يا ريحانة. أيضا عندنا رسالة تقول سين عين، يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اثنينهم طيارة فوزوني حسو عبد الرضا. حلو عبد الرضا، عبد الرضا رهيب أنت. الوقت يعقد إيدي لواني وحزنك حيل هدني، دوي لواني وسط محارة أصلي، لو لواني ولقاني الماردة يعثر علي. يا يابه شلون أستاذ، ليش ما تخلون نص ساعة اتصال والباقي رسائل؟ أطلب الواتساب، تريد الواتساب جماعة الوايساب. إن شاء الله تحياتنا أخوتنا أسماء، إن شاء الله بخدمتكم، لكن الاتصال لا ما يصير، عدى غير برنامج اتصال. أيضا عصفور جزء من نص مفقود. أيضا في اليوم رحنا زوج ابن عمتي، سلمنا عليه وباركنا له. أجت أختي قالت لي عيدك مبارك، وما تدري إيش قالت لي، بس أدري شلون فسخت له، يعني فسخت للخطوبة ضحك رحاب. تحياتنا، شكرا لك يا رحاب. جماعة الواي ساب الله يسعدكم بوي، شوكم زينين يا بعد فيت يا بوي. جماعة الواي ساب الله يسعدكم بوي، شوكم زينين عمي. جماعة الواي ساب الله يسعدكم بوي، شوكم زينين يا بعد فيت يا بوي. يعني هاي حتى المقابل بعد ما يطلبها مثلا. أيضا عندنا رسالة تقول حيدر شخبار الهنود، الظاهر سافروا من الاستوديو نور البصراوية، سافروا؟ الله محمد عليهم بالسلامة. أيضا شكرا 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 جزيلا أخ حيدر، تحياتي لكل الكادر، تسلمون وخدمتكم إن شاء الله، بس على شنو ما أدري. أيضا مساء الخير سار حيدر، أحب ريمي، وممكن تعيد أغنية سالي دون تحياتنا يا سالي. يلا طبعا شنو تجي مال التعب بالاخير، ليش الواحد يقرا له بال200 رساله يظل بعدين يقرا ششبش.
أستاذ حيدر، أنا أحب كرتون فردي لأن كل الموجودين بيه رشيقين، بس هذا كان خنفسانة صاحب شنو؟ واحد اشتمنه. خادمة الزهراء، السلام عليكم، أحب أفلام كرتون هايدي. جواب اثنينهم طيارة. تحياتي لكم. تحياتنا أختنا العزيزة خادمة الزهراء. أم حنين، أنا أحب أفلام كرتون الأمير الصغير. عندك الأمير الصغير؟ لو كبر هسه صار له هواي مو؟ كبر إن شاء الله ما شاء الله، يمكن عرسه مو؟ منين خذوا الأميرة لو شنو خذوا الأميري؟ أيضا عندنا رسالة جديدة تقول مساءكم خير وتفاؤل. أشياء لا تعود الكلمة إذا جرحت، والزمن إذا مضى، والثقة إذا ضاعت. شكرا على إبداعكم. تحياتي لكم للمخرج زهراء. شكرا أختي زهراء بخدمتكم أكيد، وإحنا سرورنا أن نكون نقدم لكم هاي البسمة. أفرح، أتمنى المخرج يطلع لي يلا. شنو يلا؟ يلا 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 يلا. أكيد حسين، نبقى نقرأ باقي الرسائل. استبشت علينا الوضعية، ما أدري شنو صار، ضل تجي رسائل ما قاريها قبل. أستاذ والله زعلتوني، ليش ما تقرون رسائلي نور الكاظم؟ هسه قرأتها. تحياتنا يا نور الكاظم، والله رسائل هواي أختي العزيزة. اللهم دعاء مستجاب، ومغفرة بلا عذاب، وجنة بلا حساب، وليلة مباركة لأغلى الأحباب. تحياتنا وشكرا للمرسل. وأيضا نبقى باقي رسائل عندنا. الله يسعدهم. شو ماكو على الواتساب؟ لا حد يسأل، لا حد يقول، لا حد يحكي. استاذ، انا مشتركة جديدة. استاذ، تقديمك يخبر. مخرجكم مبدع، شكرا. الله يحفظكم ويحفظكم ويديمكم. نورة الكاظم، تحياتنا يا نور. اعتقد نور الكاظم، اعتقد اي ثينك سو. وايضا عندنا رسالة جديدة. السلام عليكم، واثنينهم طيارة هو الجواب. يعجبني كرتون سالي ودائما اشوفها، نور الكاظم. ايضا شكرا، وقريناهم مجموعة واحدة. تحياتنا أختنا العزيزة، إن شاء الله ما يضل بالش. إحنا نقرأ رسائل لكن أيضا بالتسلسل والتتابع اللي نقدر نقرأ ونلحق عليه من وراء المخرج اللي ما يخلينا حتى أسحب نفس، وكلها أيضا طالع علي. أيضا بعض الرسائل اللي ترجع عنه، وأيضا أيضا كل شيء أيضا بي أحبتنا. يعني خلص البرنامج ما شاء الله، بقى دقيقتين، آخر دقيقتين. وفد مرة يقول أبصلت وشاركت في بعض البرامج، وبعدها قال المخرج بعد الانتهاء قال ترى البرنامج معاد ياسين الخزعلي. اتصلت قصدي. نعيما ياسين. أحبائنا المستمعين، يعني بقى هواي عندي رسائل وأتمنى أقراهم، لكن والله ما جاء لحق. يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيد هاي البركات ويزيد هاي أسماءكم الجميلة اللطيفة. وأنا مثل ما وعدتكم أنه بعد البرنامج أقراهم وأكون في خدمتكم. ما شاء الله، هذا كل الحكي حكيته. بعد الفاصل راح نرجع نشوف من راح يفوز ويانا، عصفور كفل زرزور والاثنين طيارة. عصفور كفل زرزور والاثنين طيارة، هذا السؤال الحلقة. بعد الفاصل نرجع. سورة عشق كلهم يصير أحلاهم، ظل قلب عبد الباسط ويقراهم. سورة عشق كلهم يصير بهل البيت تدروني، يا عشاق اصحوا يا يتبعوني. شدت كل الهوى والشوق لولاهم، اسهل اطلبكم لو ما تصدقوني. غالي قد شوقهم غالي، لا احشق الحالي لا ما يعرفوني. ناري ومأمن بناري، والجنة لي داري شايفها بعيوني. بعد الفاصل رجعنا وياكم احبتنا المستمعين. اجرينا القرعه اللي فاز ويانا اسم من اسماء طبعا المشاركين ويانا، رقم 30 اللي هي ام باقر. تحياتنا اختنا ام باقر، بعد البرنامج تتصلون ان شاء الله حتى نوصل لكم الجائزة وناخذ معلومات في خدمتكم إن شاء الله. تقبلوا كل التحايا مني والاعتذار طبعا اللي ما قرأت رسائلهم، خلي يسامحوني لأن والله ما لحق، يعني وقت البرنامج انتهى. وأيضا لكن إن شاء الله معزتكم ما انتهت، واحترامي لكم وتقديري ما راح ينتهي أبدا.
وتحية طبعا المخرج حسين صبيح، وأشكره اليوم على الدقات اللي سواها بيه، وأنتم تشكرون على الفواصل الحلوة. شوف هاي الساعي ما شاء الله ما قصر. تقبل مني كل التحية، أنا حيدر الخفاجي على الإعداد والتقديم. تظرون الحلقة جاية من SMS في أمان الله.